سريع كده صديقي الاهلاوي، تعال اقول لك رفض كابتن محمد الشناوي الجلوس على البنج او على الدكه لمصطفى شوبير. هلخص لك القصه يا جماعه من لعيب كوره سابق. القصه كلها يا جماعه، لما انت تبقى احسن لعيب في افريقيا كحارس مرمى وكابتن النادي الاهلي ومن كباتن منتخب مصر وانت الاساسي في منتخبنا الوطني ولعبت اولمبيات وخدت اكتر من بطوله افريقيه مع النادي الاهلي ومستواك كان ثابت وفي التوب ليفل وكنت مكسر الدنيا، وجات لك اصابه غصب عنك وقعدت 3 4 شهور مصاب، فلما تيجي ترجع وتلاقي نفسك دكه الوضع بيبقى صعب. في اوروبا يا جماعه الوضع مختلف، شفنا في ليفربول ألسون بيكر لما جه بكير قعد على الدكه لان معروف مين رقم واحد مين رقم اتنين، وكمان الشناوي قعد مش عشان مستواه كان سيء او يعني ما كانش بيلعب عشان مستواه كان سيء، لا الجماعه كان الشناوي طبعا مصاب. فكل التوفيق للشناوي، اتمنى التوفيق للنادي الاهلي، بذكر حضراتكم هيسافر يوم 15 مايو. ده كده صديقي الاهلاوي يا صديقي الزملكاوي يا كل طبعا اصدقاء او الناس اللي بتشجع الفرق المصريه على جميع الالوان. الاتحاد الافريقي قدم قرار او اصدر قرار بشكل مميز جدا، قال لك ايه؟ قال لك في حاله فوز النادي الاهلي او نادي الترجي اللي هو الموسم ده في دوري ابطال افريقيا، الموسم اللي بعده كده كده الفريق اللي هيفوز هيشارك في دوري ابطال افريقيا مباشره، وملوش علاقه بترتيبه في جدول الدوري العام في بلده. بمعنى ان النادي الاهلي يا جماعه لو كسب نادي الترجي ان شاء الله كده كده السنه الجايه، لو النادي الاهلي كان في نص الترتيب او المركز العاشر او الثامن او زي ما يكون مركزه، كده كده النادي الاهلي مشارك في بطوله دوري ابطال افريقيا. ده بيتيح حاجه حلوه قوي للفرق المصريه ان يبقى عندنا 3 فرق من مصر. في كل التوفيق للنادي الاهلي ونتمنى له التوفيق واحلى مسا على الاهلاويه. السلام عليكم. ده كده صديقي الاهلاوي، تعال اقول لك ان النادي الاهلي في حاله انتظار 9 مليون دولار. اللي انت بتقوله ده اللي انا بقوله، تعال افهمك القصه. النادي الاهلي يا جماعه خلاص هيشارك في بطولة كأس العالم للأندية 25 اللي هتكون في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. البطولة طبعا هتبدأ يا جماعة يوم 15/6 وهتنتهي طبعا 13/7. النادي الأهلي من ضمن 32 فريق، في حالة مشاركته هياخد 9 مليون دولار، وفي حالة فوزه في أو وصوله لدور ال 16 هياخد 15 مليون دولار. فالنادي الأهلي مع موعد طبعا لفلوس أو ماديات متميزة جدا. فكل التوفيق للنادي الأهلي، النادي الأهلي عظيم، النادي الأهلي عظيم بجماهيره. كل التوفيق للنادي الأهلي وأحلى مسا على الأهلاوية. السلام عليكم. سريع كده صديقي الأهلاوي، تعالى أقول لك الأمور اللي بتدور داخل جدران القلعة الحمراء أو النادي الأهلي. النهارده طبعا راحة سلبية للعيبة النادي الأهلي استعدادا طبعا لمباراة بلدية المحلة. طبعا التقرير الطبي للدكتور احمد جبالة رقم واحد، رامي ربيعة جاهز بشكل 100% ان شاء الله للمباراة، دي رقم واحد. رقم اتنين راحة احمد نبيل كوكا وخروجه من السكور شيت بحيث ان هو يتعافى بشكل مميز من الاصابة او من الكدمة اللي كانت عنده. احمد محمد مجدي قفشه المباراه الثانيه التوالي داخل السكور شيت، دي حاجه مهمه. كمان ياسر ابراهيم واليو ديانج داخل مباراه بلديه المحله القادمه. فكل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. مارسيل كولر اتكلم مع اداره النادي الاهلي وطلب يمدد عقود او يجدد عقود 4 لعيبه، احمد عبد القادر، محمود المتولي، وعلي معلول طبعا بالتاكيد مروان عطيه، ويتكلم في 4 لعيبه رحلوا عن النادي الاهلي. طبعا محمد كده صديقي الاهلاوي، تعال اقول لك ان النادي الاهلي في حاله انتظار 9 مليون دولار. اللي انت بتقوله ده اللي انا بقوله، تعال افهمك القصه. النادي الاهلي يا جماعه خلاص هيشارك في بطولة كأس العالم للأندية 25 اللي هتكون في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. البطولة طبعا هتبدأ يا جماعة يوم 15/6 وهتنتهي طبعا 13/7. النادي الأهلي من ضمن 32 فريق، في حالة مشاركته هياخد 9 مليون دولار، وفي حالة فوزه في أو وصوله لدور ال 16 هياخد 15 مليون دولار. فالنادي الأهلي مع موعد طبعا لفلوس أو ماديات متميزة جدا. فكل التوفيق للنادي الأهلي، النادي الأهلي عظيم، النادي الأهلي عظيم بجماهيره. كل التوفيق للنادي الأهلي وأحلى مسا على الأهلاوية. السلام عليكم. على السريع كده صديقي الأهلاوي، تعالى أقول لك طبعا الحدث اللي قالب السوشيال ميديا طبعا، وهو مكوينا نجم نادي صن داونز ومنتخب جنوب افريقيا، مكوينا يا جماعه يرفض التجديد لنادي صن داونز ويتمسك باللعب للنادي الاهلي. القصه بدات من 6 شهور يا جماعه، من بطوله طبعا امم افريقيا من 4 5 شهور، واتكلمنا وقلنا ان مكوينا قرب جدا من النادي الاهلي. مكوينا لعيب جامد جدا، اقوى بكثير كمان فنيا من اليو ديانج، لان بيلعب في اكتر من مكان، لعيب شويط وسريع وقوي وحريف ومن اللعيبه المتميزه جدا. ولو جه النادي الاهلي تبقى صفقه بوم وصفقه سوبر.
خلاص اليو ديانج بقى مستهلك، النادي الاهلي يبيعه ب 4 ب 5 مليون دولار، يجيب مكوينا بمليون دولار او مليون ونص دولار. فالقصه كلها يا جماعه ان مكوينا عامل اضراب مع نادي صن داونز ورافض التجديد. ليه؟ عشان النادي الاهلي او امير توفيق قعد مع وكيله واتفق على كل حاجه، ناقص بس العرض الرسمي اللي هيروح لنادي صن داونز. واحلى مسا على الاهلاويه، السلام عليكم. ده كده صديقي الاهلاوي، صديقي الزملكاوي، كل طبعا اصدقاء او الناس اللي بتشجع الفرق المصريه على جميع الالوان. الاتحاد الافريقي قدم قرار او اصدر قرار بشكل مميز جدا. قال لك ايه؟ قال لك في حاله فوز النادي الاهلي او نادي الترجي اللي هو الموسم ده في دوري ابطال افريقيا، الموسم اللي بعده كده كده الفريق اللي هيفوز هيشارك في دوري ابطال افريقيا مباشره، وملوش علاقه بترتيبه في جدول الدوري العام في بلده. بمعنى ان النادي الاهلي يا جماعه لو كسب نادي الترجي ان شاء الله كده كده السنه الجايه، لو النادي الاهلي كان في نص الترتيب او المركز العاشر او الثامن او زي ما يكون مركزه، كده كده النادي الاهلي مشارك في بطوله دوري ابطال افريقيا. ده بيتيح حاجه حلوه قوي للفرق المصريه، ان بقى عندنا 3 فرق من مصر. في كل التوفيق للنادي الاهلي، ونتمنى له التوفيق، واحلى مسا على الاهلاويه، السلام عليكم. رايح كده صديقي الاهلاوي، تعالى اقول لك الصفقه اللي قلب الدنيا وقلب السوشيال ميديا بالنسبه لي النادي الاهلي وكمان نادي الزمالك. دخل على الخط في لعيب اسمه عبد العزيز عيسى، نجم منتخب غانا للشباب، بيلعب في نادي دريمز الغاني اللي كان بيلعب ضد الزمالك في الكونفدراليه. لعيب بيلعب في اكتر من مكان، بيلعب مركز 8 بوكس تو بوكس ميدفيلدر سنتر، وكمان ميدفيلدر سنترال ميدفيلدر عفوا يا جماعه، وكمان بيلعب كلاعب صانع العاب او وينج يمين او وينج شمال، ممكن يلعب شادو سترايكر. فلعيب بصراحه في نص الملعب كواليتي مميز جدا، طوله 170 سنتي ووزنه 65 كيلو، فلعيب متميز جدا جدا جدا، مواليد 2005، فيجي تحت السن سواء اهلي او زمالك. سعر ترانسفير ماركت مليون و100 الف دولار، بس ناديه طالب مليون و500 الف دولار، ونادي الزمالك والنادي الاهلي حاطين نفس العرض 700 الف دولار. فكل التوفيق للاثنين انديه، واحلى مسا على كل الاهلاويه كمان الزملكاويه. تعالى كده صديقي الاهلاوي، تعالى اقول لك الامور اللي بتدور داخل جدران القلعه الحمراء او النادي الاهلي. النهارده طبعا راحه سلبيه للعيبه النادي الاهلي، استعدادا طبعا لمباراه بلديه المحله. طبعا التقرير الطبي للدكتور احمد جبالله، رقم واحد رامي ربيعه جاهز بشكل 100% ان شاء الله للمباراه، دي رقم واحد. رقم اثنين راحه احمد نبيل كوكا وخروجه من السكور شيت بحيث ان هو يتعافى بشكل مميز من الاصابه او من الكدمه اللي كانت عنده. احمد محمد مجدي قفشه المباراه الثانيه التوالي داخل السكور شيت، دي حاجه مهمه. كمان ياسر ابراهيم واليو ديانج داخل مباراه بلديه المحله القادمه، فكل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. مارسيل كولر اتكلم مع اداره النادي الاهلي وطلب يمدد عقود او يجدد عقود 4 لعيبه، احمد عبد القادر، محمود المتولي، وعلي معلول طبعا، وبالتاكيد مروان عطيه، ويتكلم في 4 لعيبه رحلوا عن النادي الاهلي. طبعا محمد